الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه. فأصبح من النادمين. السبب في الدافع من وراء قتل هابيل المفسرين طبعا يختلفون تبعا للمنهج اللي استعملوه في قضية تزويج أولاد آدم. كانوا هذه دائما يجي عنها سؤال أن آدم إذا اعتبرنا الإنسان الأول واعتبرنا أولاده هم الأسرة الأولى الوحيدة اللي وجدت على ظهر الكرة الأرضية، أي بناء على أن الإنسان الأول جن أو الإنسان الأول بالمنطقة، يعني مو أفرض مو بكل الكرة الأرضية، بهاي المنطقة منطقتنا. فبناء على هذا شلون تم طريق زواج أولاده؟ شلون تم المسألة؟ أنا سبق أن أشرت إليها في أكثر من محاضرة، لكن ما تزال أسئلة تجي عنها. هسا اللي تقريبا يكاد يكون عند كثير من المفسرين بأن حواء كانت تحمل في كل بطن توأم ذكر وأنثى، فحملت هابيل ويا أنثى أخته، وحملت قابيل ويا أنثى. يقولون أن آدم لما أراد أن يزوج أولاده كل واحد زوج منين؟ من توأم أخيه، يعني من البنت اللي إجت ويا أخوه، من أخته اللي كانت ويا أخوه ما انولدت، يعني ولدت من بطن آخر، يعني ببطن ثانية. ما غريب يعني، هذا ما مقبول. ليش ما مقبول؟ لأنه إحنا عندنا تقريبا يعني علة الحكم وإن كان مو منصوص عليها لكن نقدر نستنتجها منين؟ من القرائن الأخرى. يعني إحنا مرة أكو عندنا علة منصوص عليها ونبين تبين هذه العلة تكون موضوع للحكم. زين، يعني مثلا خلي أقرب لك المعنى. القرآن الكريم لما يأمر بتوزيع الثروة يطع إلا شنو؟ لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هاي لا يكون دولة يعني العلة في الأمر بالتوزيع حتى لا يبقى تبقى الثروة منحصرة على الطبقة خاصة وباقي الناس جوعانة. نبه لي، هاي العلة. زين، هاي هنا نسميها علة منصوصة موجودة. مرة لا والله ماكو علة منصوصة. يعني الآن احنا نعرف زواج المحارم الله عز وجل ليش حرمه؟ يعني ليش مثلا الإنسان ما يجوز لأن يأخذ أفرض بنت أخوه أو بنت أخته مثلا، أو بنته أو أخته؟ ليش؟
ما يجوز لا، لأنه تكاد تكون العلة أولا أن النسل راح يطلع مو سليم. النسل كلما تكون القرابة قريبة النسل يطلع مو سليم، أي ناحية؟ الناحية الثانية أخلاقية، أخلاقية يعني دول ناشئين تقريبا في بطن واحدة في أسرة واحدة، في مو من السهل أن واحد يروض نفسه على قبول علاقة مع أخته. تنبه لي، هذا شيء فالنفس تأباه. العلة موجودة، نفس العلة الموجودة الآن كانت موجودة في عهد آدم عينا، هاي أخته. هذا سؤال. السؤال الثاني شنو الداعي؟ ليش الله عز وجل مثلا قضية يحصرها بها الطريقة؟ ماكو حل ثاني يعني؟ فتحل آخر غير هذا ماكو؟ يعني يوم مثل ما يقول بعض المفسرين أن آدم راح إلى قارة ثانية وجاب نساء لأولاده وزوجهم، لأنه يعني مما يدل على أن آدم مو وحيد بالأرض، أكو آدم آخر في منطقة أخرى من الأرض. هذا رأي يميل إلى بعض الكتاب الإسلاميين وبعض المفسرين الإسلاميين. زين، رأي آخر لا، أنه حتى إذا ما كان أكو إنسان، الله عز وجل مثل ما خلق حواء، حواء منين خلقها؟ وسواها لآدم زوجة، مو خلقها من الأرض من التراب، أو أفرض من جزء حي من الأرض، ها؟ يخلق من التراب. آدم مو خلق من التراب، يخلق له امرأة من التراب. خوش يعني تراب هواية، والله عز وجل مو قادر، ها؟ ويخلق ما يعني. ليش انت بعد الا اخذ اخته؟ شنو الداعي لهذا؟ لا، مو هذا يعني لزوم ما لا يلزم مثل ما يقولون. انت جاي تحشر نفسك في شيء انت في غنى عنه، ما الى لزوم هذا ابدا، لان الله عز وجل خالق وقادر، ها؟ وبوسعه ان يخلق ما يريد. فالمسألة اذا كانت كذلك، شنو الداعي للالتزام بان ادم اضطر الى ان يزوج اولاده، كل واحد يزوجه من اخته؟ هذا معنى تأباه النفس ويأبى الجو الاسري اللي يريد القرآن الكريم للأسرة اللي تتوفر بها المشاعر النظيفة. نبه لي، ها؟ فإذا شنو المسألة؟ منين؟ روايات خود تقول أنه واحد أنزل له حورية والآخر زوجه من جنية، وهذا ما مقبول. هذا حكي مال الإسرائيليات، حكي مال اليهود. أولا الجنية مو من جنس الإنسان حتى يزوجها. شقد يقول لي واحد موعدنا فتاوى من بعض علماء المسلمين، أنه يجوز أن واحد يتجوز جنية ويطلع منها أولاد، وفعلا وفلان يتزوج وفلان. هذا حكي ما يشوى واحد يرد عليه أبدا. هاي ناحية. الناحية الثانية الأدلة اللي يستدلون بها مناهضة، ما لها علاقة. ليش مناهضة؟ لأن الآية الكريمة تقول جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني من نوعكم نفسه من جنسكم. هذاك مخلوق من نار، هذا مخلوق من طين، طبيعتين مختلفات، الطبيعة تختلف عن هالطبيعة. نعم، بعدين هاي إلى خواص، الجن إلهم خواص، الإنس إلهم خواص. وأنا سبق أكثر من مرة قلت أنه احنا بدون هاي وهاي واقعين بضيم، أنه بيطلع واحد ابن جنية واحد ابن حورية، يخلص هاي بقى. لا، فالكلام لا يقبل بحال من الأحوال. على العموم، المسألة أن لما تزوج الأخوان كانت إحدى الزوجتين أجمل من الأخرى. إيه صحيح، هذا وارد، وشيء تعليل تميل إلى النفس ويساعد عليه الاعتبار أن هذا ليش أخوي أعطيته هاي الجميلة وأنا أعطيتني الأقل. نشأ ما بينهم لون من التنافس، فقال له ما طول كذلك خلي نقرب قربان. فها قربوا قربان. قابيل كان اكو عنده زرع،
وهابيل كان عنده أغنام، هابيل إجا لأجود أغنامه، يقولون إنما قربهن وتنزل عليه النار تحرقهن، لأن ماكو بالأرض واحد كان يمكن أن يأكل منهن، يعني ماكو فقير حتى يطو لحم هذا القربان، فتنزل النار تحرقه. المهم أن قربا قربان، أحدهم هذا جاب أردأ زرعة وهذا جاب أحسن غنمة، فنزلت النار إجت أكلت قربان، نعم هابيل دون قابيل، لما أكلت قربانه بعد اشتدت أكثر، يعني قال له أنت معناه مقبول وأنا غير مقبول، فحسده لأجل ذلك وقتله. يعني هذا اللي إجانا عن طريق التفسير، وإجانا عن طريق التفسير الواقع. لو مثلا هالمعنى الطريق ما له سالم من المؤاخذات، وارد بالتأكيد عن المعصوم، ندعن إليه، لأن المعصوم لا ينطق عن الهوى. إذا لا والله بمجال للأخذ والرد، علينا أن نتعبد إجمالا بما ورد بالقرآن، بالإجمال نتعبد أنه هذا أخو قتل أخوه، شنو السبب؟ الله اللي يعلم، شدرينا. وبعدين ما يهمنا معرفة السبب شنو هو، ما يهمنا، والقضية كلها ما تألف عندنا مشكلة أبدا، إلا أنها من باب المعلومات التي تتصل بمشاعرنا. أكو عندنا معلومات ترتبط بمشاعرنا، احنا نريد مشاعرنا نظيفة تكون ضمن الأجواء الإسلامية، الأسرة لا يكون يطب بها جو غير، يصير بها جو غير إسلامي. وطبعا إذا قلنا واحد يأخذ أخته هذا جو غير إسلامي، هذا ما مقبول بحال من الأحوال أبدا. زين، هذه المقدمة. من بعدها اكو عندنا نستنتج منها اشياء. الشيء الاول اللي نستنتجه ان مسألة المرأة، مسألة الزواج، مسألة حساسة. يعني عندما يقدم الانسان على ان يتزوج ينبغي ان يضع مقدمات، هاي المقدمات تؤدي الى استقرار الاسرة. ليش زوج في جو ملغم؟ مو اكو عندنا اجواء ملغمة، يقدم الانسان على الزواج في جو ملغم ما الى داعي. شلون الجو الملغم؟ الجو الملغم مثلا امرأة مو راضية، فاقدة للاختيار. انت شنو يعني اذا تقدم على الزواج من امرأة ما تقبل بيك، شنو الداعي لهذا؟ شو الموجب يعني؟ يعني المسألة هذه تعقب بها عواقب، تعقب ندامة، تعقب مشاكل. مرة لا والله الامرأة حتى مع ذلك الامرأة راضية، لكن دار مدايرها اجواء اجتماعية، هاي الاجواء الاجتماعية لا تقدم عليها ويؤدي الامر الى شفك دماء. هذا اللي تشوفه الان عندنا في حضارتنا العربية موجودة الان. فلان تقدم تزوج وقتلوه، ليش؟ لانه برغم عمامها مثلا. شنو الداعي لهذا؟ المهم اجواء الاسرة لازم ما يكون في طريقها عثرات، جو الاسرة لازم يكون منسجم. اذا كان جو الاسرة منسجم يقدم الانسان في جو هادئ يؤدي الى الاستقرار، ما في مانع. فاهم شيء، لان مسألة الزواج مسألة حساسة، وانت لا تعكس الهدف من الزواج. هو الهدف شنو؟ الهدف من الزواج ان تقرب الاسرة من الاسرة، يقرب البيت من البيت، العشيرة من العشيرة، يصير تقارب لا يصير تقاطع. اذا الزواج ادى الى قطيعة ما سوينا شيء. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا الهدف، ان هالقبيلة تقرب الى هالقبيلة، الزواج يقرب هالاسرة الى هالاسرة، هالبيت الى هالبيت. اذا صار البناء الزواج يقوم على اسس متشنجة، ما سوينا شيء، يعني عكسنا هدف الشارع. فمسألة الزواج مسألة حساسة، هاي نقطة. النقطة الثانية، يعني غالبا دول الفقهاء الجنائيين غالبا بالفقه الجنائي تقريبا
هالكلمة هاي المعروفة فتش عن المرأة، ها غالبا تلقاها هاي بالاحوال الجنائية، تلقى غالبا اعظم الجنايات اذا تبحث عنها قد تلقى وراها امرأة. فالمسألة هاي من النوع، هذا هو السبب اللي ادى الى ان يقتل الاخ اخاه. ثلاثة يقولون اول من يشاق الى جهنم هو قابيل. ليش؟ يعني هاي بناء على ان الانسان من الاسرة الاولى، يعني هذا فتح باب شفك الدماء، فتح الباب باب شفك الدماء، ولما فتح الباب كان عامل مساعد على من؟ على شفك الدم. زين هذا اذا اول واحد يشاق الى جهنم، ذولا اللي يقتلون ملايين ما ادري وين يودوهم، ما اعرف انا هذا وين يودوه، شلون يسووا هذا؟ تعرف الان سر الآية، مو تقرا الآية بسم الله الرحمن الرحيم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. اكو عناصر من الناس ذولا يغوصون في بحار من الدماء، هذا مرة وحدة الله ينتقم من عنده مرة وحدة باش هاي هي؟ لا، موج عدل الله اكبر من هذا. نعم، لازم ان يكون الى عذاب لا نهاية له، خالدا ما دام فيها خلود لا نهاية، لانه الانسانية شنو ذنبها؟ تتعرض الى هوش المهوشين او تتعرض الى اعتداء المعتدين، شنو ذنب هذا الانسان اللي لا يملك حول ولا طول يذبح ذبح الكبش؟ على العموم اعود الى الآية، بعد ان عرفنا الاجواء اللي دارت حول الآية وان قابيل قتل هابيل، وان بموجب كون القاتل الاول اللي فتح باب شفك الدماء هذا يعذب هذا العذاب او يقاد الى جهنم او من يقاد، نرجع الى اجواء الآية الاخرى لانها ترتبط بمناسبتنا هذه الليلة. الجو الثاني يقول اولا فبعث الله غرابا يبحث في الارض، كأنه هذا لما قتل اخوه باعتباره المقتول الاول ما شايف عملية مثلا من العمليات اللي يمكن ان يوارى بها الانسان، يغيب بها الانسان، نعم، عن ظاهر الارض، هذا مو شايف. ولما كان مو شايف الطريقة، طريقة مواراة الانسان، ظل متحير، يقولون حط بكيس وحمل على كتفه، نعم، واجا يدور بيه، شو يسوي ما يدري. هنا اكو مسألتين ان شاء الله نتعرض لهم. المسألة الاولى فبعث الله غرابا، زين السؤال اولا الغراب هو من فصيلة العقعق، هذا الطائر اللي يتغذى على الحيوانات الصغار وعلى الحبوب، هذا العرب هواية تتشأم منه، اكو نوع تتشأم من عنده شمو غراب البين، هذا اللي يظل بالدار الخالية واي يشأمون من عنده يضايقون منه، مع انه طائر مثل غيره مسكين، بس يعني شوف كل واحد له نصيب بالدنيا، هذا نصيب الناس يشأمون من عنده، ما بعد شيء، هذا هاي وحدة. ثانية ان هذا الغراب اكو نوع منه يسموه الاعصم، اللي يصير برجله بياض اما بوحدة او بالاثنين، وهذا نادر، ولهذا ورد بالحديث الشريف ان الصالح في النساء كالغراب الاعصم، يعني الصالحات نسبة مو عالية قليلة. زين اي ناحية؟ واظن مر عليك بالتاريخ ان عبد المطلب رضوان الله عليه جد النبي كان نائما وفي عالم الرؤيا قبل ان يحفر زمزم، رأى من يخاطبه يقول له احفر زمزم عند نقرة الغراب الاعصم بين الفرث والدم، فانتبه
شاف اكو فرد كيس مال فرط، ذولا من يذبحون الذبيحه يخلون الفرط بالكعبه، ونازل الغراب ينقر بها، اجى لهالمكان قالوا حفروا هنا، حفروا فاستخرج جمجم. هو هذا الغراب الاعصم اللي برجليه شيء من البياض. المهم هذا الحيوان يثيرون مشكله. المشكله اللي يثيروها شنو؟ ان هذا الحيوان شنو اللي علمه ان يبحث ويسوي قبر بعد ان تقاتل غراب مع غراب، وصار يسوي يحفر بمنقاره ويجيب يواري مو يعني وجه التساؤل. انا اعتقد ان التساؤل ما له وجه. ليش؟ لان احنا نعرف بعض الحيوانات الله عز وجل الهمها نوع من التصرف يمشي يعني يرتفع الى مستوى، هذا المستوى الى الدقة. يعني تأمل النملة، هاي لما تجمع قوتها تريد تجمع، لان بالشتاء ما تقدر تطلع من البرد والامطار والثلوج، تجمع قوتها تجيبها تدخرها في باطن الارض، تحفر لها وتحطها بمكان جاف، واذا صار الليل تطلعها تحت ضوء القمر حتى شوية ينشف لا يخرب عليها مثلا. تأكل الجنين، موضوع الحبة، الجنين نفسه يعني المكان اللي يطلع من عنده اللي تنزرع منه الحبه، تاكله حتى لا تتلف عليها الحبه. طب هذا لون من التصرف ينم عن نسبه من الادراك. ولذلك الفيزيولوجيين الاطباء الفيزيولوجيين دائما يبحثون هاي المساله في ان هذا الحيوان ايش عنده نسبه من الادراك العقلي يولا غريزة مطبوع عليها مسألة يثيروها. يبدو عنده نسبة قليلة من الإدراك، نعم، فالنسبة من الإدراك تتناسب ويا حاجته. الله عز وجل يعطي كل نفس حاجتها. فغراب ممكن أن يكون عنده نسبة من الإدراك، هالنسبة من الإدراك خلته يحتفر، نسبة من الإدراك خلته يحتفر ووراء أخاه، فمو مشكلة. هاي نقطة. النقطة الثانية، هاي نعمة من نعم الله على الإنسان. نبه للحديث النبوي الشريف. الحديث النبوي يقول الله عز وجل امتن على الناس بثلاثة بعد ثلاثة. شنو ثلاثة بعد ثلاثة؟ الأولى قال بالرائحة بعد الروح. الرائحة بعد الروح شنو؟ يعني هذا الانسان ما طوله روحه عنده جسمه مقبول ما بيشي رائحته طبيعيه، لكن اذا مات واخرته يوم يومين طلعت ريحته، اي ريحته قامت تؤذي الاحياء. وهاي نعمه الله من عليه بهذا الرائحه، لانه لو ما هاي ماكو واحد يدفن عزيز من اعزائه يخليه عنده، نعم ما يدفنه، يعني مو سهل عليه فارق عزيز من اعزائه، فارق ابوه، فارق عمه، فارق اخوه، نعم لا يريده. هاي لو ما الرائحة، نعم ما يدفنوهم ابدا يخليهم، لانه هذا، لكن لان رائحته ترتفع هذه الناحية من هالناحية، فالنعمة من النعم يدفن. هاي وحدة. وامتن على الجثة بالدود، لان لو ما جثة هذه يصير بها هالحيوانات والدود، كان الملوك كنزوها عندهم كنوز، كنزوها احسن من الاموال، لانه هذا يريد يبقى لاثار، زين يبقى لمدة لا نهاية لها. هاي لولا ان يتحلل، لولا ان الخلايا تتحلل وتنتشر الديدان لكان ايضا ما واحد سمح بأن تبعد عنه الجثة، كان احتفظ بالجثة. هاي اثنين، وامتن على الإنسان بالموت بعد الكبر. فعلا. ونسأل الله أن لا يذل واحد، لأن التصور هذا إذا وصل إلى درجة ما يقدر يتناوش لمية مثلا، ما يقدر يتحرك. المسألة مو سهلة أبدا، مو سهلة. يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه. أي نعم، هذا إذا وصل الأمر به إلى هالدرجة
الموت حلية إلى الموت نوع من أنواع الزينة إلى وإلا هذا إذا أصبح يصيح مثلا على حاجته ما حد يقضيها إلى أو يريد يتحرك ما يقوى على الحركة هذا مو حياة صارت عبء مو يقول الشاعر المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره فعلا فعلا يظل المر يروح الأيام الجميلة تروح أيام الأناقة أيام القدرة على التحرك كلها تروح هذه تبقى المرارة مرارة يقعد يجتر الذكريات المؤلمة يجتر ما مر به في الحياة يشوف الحالة اللي هو بيها شعور بأنه مفتقر إلى غيره في حاجاته وهذا الشعور وحده كله مرض كله ألم أني أنا مفتقر ما أقدر أشرب مي إلا أن واحد يعطيني مي مثلا هذا شيء مو سهل أبدا مو سهل فعلا من نعم الله على العبد أن بعد الكبر يأتيه الموت والموت ستر إلى فعلا الموت ستر للإنسان وزين له وهو الموت شو يأخذ من عنده ترى ما يأخذ من عنده إلا هاللحمة هاي الجسم بس وإلا الروح ما يتناولها الموت أبدا الروح خالدة وباقية هاي خلص طلع من التراب هالجسم يرجع المقرة وكما بدأنا أول خلق نعيده خلص رجع إلى التراب رد إلى ما كان عليه رد ها إلى ما كان عليه وهامة هي ميدان لمعرفة أضحى بها للبلا والدود ميدان إذن الواقع هذا الغراب لما شاف قابيل شاف الغراب يقتل أخاه ثم يبحث له قال له ريحتني أنا ما أعرف يعني أتعبتني أنت زين هاي الآية تعتبر أصل من الأصول في وجوب مواراة الميت كفائيا كيف يعني هذا من بعد ما شاف هاي عملية الغراب ودفن هاي الآية تعتبر مصدر من مصادر الحكم بوجوب دفن الميت مواراته لأنه الميت مواراته واجبة كفائيا إذا قام بها البعض تسقط عن البعض الآخرين يعني اللي يشوف الميت نعم يواريه يدفنه زين هسه هذا الدفن طبعا إلى أصوله أولا ليش بالتراب لأنه مثلا قد واحد يقول الآن الأمم الحية الأمم اليقظة ما يحطون موتاهم بالتراب ما يدفنوهم بالتراب يحرقوهم حتى يتخلصون أفرض من الجراثيم اللي عندهم هاي الإقدام على حرق الميت غلظة هاي قساوة هذا عزيز هذا أمس الإنسان يتنشق يشمه ها اليوم يحرقه يعني هذه العملية هواية بها قسوة يعني الحيوان يا أباها لكن عندما تخليه بالتراب الشيء اللي تخاف من عنده ماكو التراب راح يقضي عليه هالبكتيريا الموجودة مولانا بالتراب تقضي على كل شيء نعم بمجرد أن يوضع بالتراب تهجم عليه ملايين البكتيريات تقضي على كل الأشياء اللي عنده التراب مطهر أبدا يعني ماكو مشكلة بالمرة وبنفس الوقت ما يسبب هاللون من القسوة أو هالغلظة أن هذا اللزمة ونحطه قدام عيوننا بالنار نحرقه مسألة يعني هذه مسألة خلاف الخط الإنساني ما تتمشى مع الخط الإنساني هذه نقطة النقطة الثانية هذا عندما يوضع بالتراب حتى لا يتأذى الناس برائحته وحتى لا يتعرض جسده نعم إلى الحيوانات وإن كان احنا عندنا في التيار في حضارتنا اكو عندنا تيار في الحضارة العربية أن يتمدح بأنه بعد موته ما يندفن بالتراب يعني هذا اللحم اللي انعطى للتراب يعتبر جبن
يقول أن لا لازم أكون في 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 بطون الحيوانات بالشاحة، ولما أكون بالشاحة أقتل بعد ذلك تجي الحيوانات تأكل جسمي. مو يقول أحد شعرائهم فلا تدفنوني إن دفني محرم عليكم، ولكن خامري أم عامري، أم عامر الضبع يسموها أم عامر العرب، خامري أم عامري كانوا يدقوا لها بإيديهم على الأرض يقولوا لها خامري أم عامر، فتتصور أن أكو هناك فرجي فتأكل منها يصطادوها عنها الطريق. فيقولهم أنتوا لا تدفنوني، لا اتركوني إلى الضبع تأكل لحمي، فلا تدفنوني إن لحمي محرم عليكم، ولكن إن دفني محرم عليكم، ولكن خامري أم عامري إذا حملت رأسي وبالرأس أكثري، وغدر عند الملتقى ثم شائري. أكو ناس أخر لا عندهم تيار آخر، هذا يقول أصلا أنا حتى من بعد موتي حتى الحيوان ما يقدر يصل إلى جسمي. ليش؟ لأن أنا راح أموت تحت القناة تحت النبال، ما يقدر يوصل الحيوان إلى جسمي. ويقول أحد شعرانا لا يأكل السرحان شلو طعينهم مما عليه من القنا المتكسري، يقول من حطام القنا ما يقدر الذئب يصل إلى جسمه، لأنه هذا مغطي حطام القنا ملبسه ثوب مطي شياج ما حد يدنى ليه. بدنا مطعدهم، هذا من الحالة اللي ألفوها في حروبهم. على العموم أعود للموضوع، إذن أن الدفن أولا يحميه من أكل السباع، ثانيا يحمي الناس من رائحته، ثالثا يحفظ لك كرامته. ولذلك احنا عندنا إذا ما توفرت الكرامة بالمدفن يجوز نبشة للميت. اكو موارد، هاي الموارد التي يجوز بها النبش، ايش كم مورد؟ موارد هواية. اولا ان يكون الموضع مهين. الموضع مهين شلون يعني؟ يعني مشيل مال ماي او مزبلة او مكان غير نظيف يجيبوا يدفنوا به، هذا ما يجوز، هذا اهانة للمؤمن، لان حرمة المؤمن ميت كحرمته حي. هاي نقطة، فما ينبغي ان يوضع في مكان هينة او مكان بشبهة، مو حلال، مو حلال، ملك الغير ارض الغير. في مثل هالحالة جائز ان ينبش من هالمكان الى هذا المكان الى مكان اخر. ثلاثة، لا اكو عملية جنائية. شلون يعني عملية جنائية؟ يعني هذا يحتاجون ان يفحصوه، مات موت طبيعي لو قتل، طريقة نوع القتل شنو هو مثلا؟ اكو موجب قانوني تترتب عليه مصلحة عقلائية، جائز ينبشوه يطلعوه للفحص ويعيدوه. بعد التفت لي هالنقطة، ان ينبش ليدفن بالافضل، وهاي عليها كل المسلمين. شلون يعني؟ يعني ان ينقل الى الاولياء، الى قبور الاولياء، الدفن عند قبور الاولياء، هذا معنى موجود عند الحنابل، عند الاحناف، عند المالكية، عند الشافعية، الا هاي النخبة الاخيرة اللي ولدت هاي عدها لا، هذه ما يصير هذا. هل ما يصير؟ شنو الدليل عليها؟ ما ادري. مع العلم ان الادلة كلها متضافرة على جواز استحباب النقل، مو بس جوازه، استحبابه. نعم، لان الله عز وجل كرم انبياءه وكرم اولياءه، وانا لما اروح اكون الى جانب ولي او الى جانب نبي، يعني اكون الى محل من محال مهابط رحمة الله، اشوف لي مكان مهبط لرحمة الله، المكان اللي تتوفر به الطمأنينة والهدوء والقرب من مصدر من مصادر الرحمة، النفس ترتاح الى هذا. والروايات موجودة متكثرة به، ويجيبوه يدفن وين؟ الى جانب هذا الولي.
إذا دفن إلى جانب هذا الولي هو نفسيا مستقر، وأهل عندهم شعور أيضا. ولذلك تلقى دائما مراقد الأولياء، مراقد الأنبياء، أكو رغبة في النفوس للدنو إليها، وأكو كثير من الآثار المتعددة الصحيحة التي تنص على استحباب الدفن عندها، وأكو أمكنة معينة منصوص عليها، ومنها نعم وادي السلام، هذا الوادي اللي هو مأوى أرواح المؤمنين. حنيني إلى وادي الغريب وتربة يغازلها نجم السماء ويلاعب عليها لعاب الشمس نور، وتحتها أئمة عرفان وحبر وراهب، تقات أصابوا من علي أخا تقا وحبر هدى والصالحات نشائب، وتاقوا إلى المثوى الأخير بجنبه ونعم علي بالشدائد صاحب. إذن من الأماكن، نعم أرجوك أنا لما الآن أشيل لجثمان وأحطه بالبقيع يام رسول الله، هذا مثل ما لو أدفنا أفرض في بعض مناطق الخليج، طبعا لا ويا فرق ويا فرق، وما في شك أني أنا عندما أخليه هناك إنما أتعمد الوصول إلى مصدر من مصادر الرحمة. بعد من الأمور التي تسوغ أن ينبش الميت إذا كان في دفن ضياع أموال، هذا مثلا حاط بإيده حلية لغيره للآخرين أو إلى، لكن تضيع بها مالية كبيرة تضيع شيء. يعني تصور إحنا عندنا بالحضارات الأخرى يجيبون حلي الميت يدفنوه إلى جنبه، ويجيبون بعض آثاره يدفنوها إلى جنبه، هاي المشرع الإسلامي يعتبره سفه تضيع للثروة، ينبش ويطلعوها هاي هو بمكانه يخلوه في مكانه. على العموم أكو موارد كثيرة يجوز فيها أن ينبش الميت ويفتح قبره لأجل الغايات المشروعة التي يقرها الإسلام. هاي إذا اندفن بالترب. أما إذا لا والله مات بالبحر أو يخشى عليه من النبش، في مثل هالحالة يجيبون خابية ويوضع بالخابية ويغلق، هاي بعد الصلاة عليه بعد تغسيله وتكفينه، يغلق فم الخابية ويلقى بالبحر، أو إذا ما عندهم الخابية يحطون ثقل بجسمه وينزلوه بالبحر، يروح نعم في قلب البحر. هذا بهذه الطريقة يحفظوه من الاعتداء عليه بعد القتل، الاعتداء عليه بعد القتل وتشويه الجسد في مثل هالحالة يغيب الجسم، لأنه كثير من النفوس الضعيفة عدها الظاهرة هاي ظاهرة التمثيل، ظاهرة التمثيل. أرجوك ليش الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أوصى بأن يغيب موضع قبره؟ قال لهم انتوا طلعوني لا يكون أحد يطلع وياكم إلا من خواصكم، ادفنوني بالغري بهالمكان، وطاهم الصفات والشكل، قال لهم هناك واروني ولا تبينون موضع قبري، أوهموا. وهذا المعنى اللي سووه أولاده، ودوا جنازة إلى الحجاز، ودوا جنازة إلى طريق البصرة مثلا، وفي نفس الوقت إلى ظهر الكوفة، فأرادوا التعمية، لأنه الأمويين لو ظافرين به ما يخلوه بقبر الإمام. شقد يقول واحد ليش هالمبالغة؟ لا مو مبالغة، هذا سيرتهم هاي، تفضل. مو طلعوا زيد، طلعوا من النهر زيد ابن علي بن الحسين، إذا ما خلاص انقتل طلعوه من النهار وصلبوه على جذع، خلوه 4 سنين حتى عشعشت الفاخته في جوفه وحتى استرسل جلده على عورته فسترها. وقف شاعرهم يقول صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة
ولم نر مهديا على الجذع يصلب. طيب مو سواه يا زيد؟ مو سواه يا عبد الله بن الزبير؟ صلبوا عبد الله بن الزبير، نعم، من بعد قتل وين؟ في قلب الكعبة، في قلب الكعبة. هذول وبعثهم إلى الآن خلفاء المسلمين دول. في قلب الكعبة، شايف؟ الدم. وقتلوا ابن ذات النطاقين، وقتلوا ابن رسول الله، وهدموا الكعبة، بعثهم مع ذلك خلفاء المسلمين. يقول لك ليش تحكي انت على التاريخ؟ اليوم اشوف لي واحد هذا كاتب يقول ما يحكي على التاريخ، ما يحكون على التاريخ الا الشيعة. بس احنا نحكي على التاريخ يعني؟ هذا نحكي شنو منين؟ ما ادري. يعني احنا ايش قوترا نحكي لو مستند؟ يعني مو الان احنا مو جاي نجي الى التاريخ كله، نحاول ان نبرز ما فيه ونبين هذا خطأ وهذا صواب. شهوة الله طل الانسان العقل شنو يخليك طينة براسه لو يفكر بيه؟ ما ادري انا، ها؟ مو ارجوك يعني التاريخ هو انا شنو عندي مشتهاية؟ تاريخي عزيز علي، تاريخي جزء من حضارتي، لكن عقلي اعز علي والمقاييس الشرعية اعز علي، لان الله عز وجل وضع لي مقاييس. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، او اصحاب الجنة، ها؟ القرآن يقول وضع لي مقاييس أخرى، ها؟ أن الكافر غير المسلم، مو؟ أن المصلح غير المفسد، ها؟ كلها مقاييس وضعها، وهي المقاييس ترتبط من قريب أو من بعيد بالأبعاد التاريخية، فلما أعرض التاريخ وأقول هذا بي صح وهذا بي خطأ، هل معنى ذلك أني أنا أريد أن أعتدي على؟ لا، أنت خلص جمد عقلك، خليه هذا عقلك مجمد، وبالك تجي تنقد واحد، لا تنقد واحد، يعني اذا انقدت واحد فانت كافر. كلام ما يسوى الرد عليه. لا والله. على العموم، اذا ارجع للآية. الآية بعد ان بينت قالت ان الله عز وجل امتن على العباد بأن هالطريق هذا فتح أمامهم أن المتوفى يدفن، وأهم شيء حتى لا يتعرض جسمه المن إلى التمثيل به. زين، إحنا خلينا نشوف سووا الأمويين، شنو اللي سووا من بعد المعركة، معركة الطف؟ ماذا صنعوا؟ نزلوا إلى الأجساد، أول شيء قطعوا الرؤوس عن الأجساد كلها. كلها قطعوها، ها؟ حملوها للرؤوس، يعني رأس الحسين سلام الله عليه ورؤوس أهل بيته، كأنه ذولا مو أولاد رسول الله. يقول له هذا المسيحي، يقول له اليزيد، يقول له احنا اكو عندنا قرية بانيها وبيها كنيسة، هاي الكنيسة اكو رواية عندنا انه عيسى عليه السلام كان يركب حمار ونفق، هذا الحمار مات، الحافر ما لظل هنا، احنا تبركا بهذا بنينا كنيسة عليه. وهالشكل انت حاط رؤوس اولاد نبيك امامك، ها؟ وتعتبر نفسك مسلم؟ تنبه لي زين. فهذا من هالنوع، اولا اجوا للرؤوس قطعوها، وبس الرؤوس هي؟ شوف النفس وين توصل، الى يا مستوى يجي الحسين يحط ايده على بعض ملابسه ويحط بصبعه خاتم، يجي يقطع صبعه من اجل الخاتم، عالج الخاتم لم يقدر على اقتلاعه قطع الاصبع. زين، عالج اليد يريد يرفعها، لا قطع اليد، مثل بالاجساد، طفل ابو ستة اشهر او ابو شهر، نعم على رواية، هذا ينبش بالرماح ويفصل رأسه عن جسده. فانجلت الغبرة بعد المعركة، واذا بتلك الاجساد الصريعة ملقاة على الارض، ملقاة، نعم، بقيت هكذا الى ان رجع اليها الامام السجاد سلام الله عليه، تخلف عن طريق الشبا واجا لقى بني اسد واقفين، سألهم
ما وقوفكم ها هنا؟ قالوا له جايين نتفرج. قالوا لا، اخبروني بالذي انطوت عليه شرائركم وانا لا تخشون مني، انا علي بن الحسين. قالوا له اذا نخبرك، والله احنا اجينا نريد نواري هذه الاجساد، نريد ان ندفنها. قالوا اذا اللي منعكم شنو؟ قال له اللي منعنا اننا ما نقدر نتعرف على جثة، لان هاي كلها جثث، الرؤوس مو ياها، وغدا الناس راح تسألنا يقولون لمن هذا القبر، لمن هذا، فاحنا توقفنا لهذا. قالوا هلم معي تعالوا. اقبل، قال احتفروا ها هنا. احتفروا، لما فرغوا من ذلك جاء الى ابيه الحسين ليحمله، تساقطت اعضاؤه، قال علي بقطعة حصير، جابوا له قطعة من الحصير وضعها تحت الجسد الشريف، ثم حمله نزل به الى القبر. لما وضعه بالقبر صاح ابا يا ابا طوبى لارض تضمنت جسدك، أبا يا أبا، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمشهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. ثم خرج يقول بنو أسد رأيناه منحنيا يبحث بالأرض، انحنى على شيء رفعه، حققنا النظر، وإذا بإصبع الحزان المقطوع له في على تلك الأنامل قطعت، ولو أن اتصلت لكانت أبحرا. من بعد مواراة أبيه احتفر حفرة للهاشمين، جمعهم معا، أنزلهم إلى تلك الحفرة، احتفر حفرة أخرى لأصحاب الحسين وراهم بها، وأهال عليهم التراب، ثم التفت إلى بني أسد، قال هل بقي أحد؟ هل بقي أحد؟ قالوا بلى، بقي بطل إلى جانب الفرات، كلما رفعنا منه عضو سقط العضو الآخر. أقبل، صاح السلام عليك يا عمه. عمر احتفر له وحمل جسم ابي الفضل العباس وراه، انزله الى قبره. من بعد الفراغ عاد اخته زينب، عافتهم على هالحالة، يعني ما شافت عملية دفنهم، بقيت في نفسها لوعة، ما تعرف لمن هذا القبر ولمن هذا القبر، الى ان رجعت ولاحت لها اعلام كربلاء. ذاك الوقت اتجهت علما الى الامام السجاد تسأله، واتجهت الى الساكنين بكربلاء تسأله. يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلى انا وما اعلاموها؟ ما حال جثة ميتين في أرضكم؟ بقيت ثلاثة لا يزار مقامها.
حيجيبها واحدها عز عليها لا يجيبها. يا زينب ما غسلوه ولا لفوه في كفن. فعلا دارت على القبور بأجمعها واحدا واحدا. وظل واحد ايضا بحثت عنه تقلب طرفها يقولها انا ادري عن اي قبر تبحثين. قالت بلى بلى دلني على نهر العلقم. اقبل بها الى نهر العلقم جلست بجانب قبر ابي الفاض. لو انك يا اخويا تشوف حالي حال الغريب ابغى والي تون ذكرت عز ودلالي. احبتنا من لل اخواني شوية نتوجه الى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. اعطنا خير الدنيا والآخرة وادفع عنا شر الدنيا والآخرة. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.